كنشوفوا في هذا الأثناء صراع بين مجموعة ديال الأشخاص متحوزين أسلحة بيضاء من الحجم الكبير اللي انتم كتشوفوا. شوفوا أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وهروات وعصي هانتوما كتشوفوا. هادشي دابا في درب السلطان أمام قيسارية بدر. نتمنوا أن الأمن يدخل على الخط. شتو السلاح الأبيض اللي متحوز به هاد الشخص. نتمنوا بان الامن يدخل على الخط ديال هاد الفوضى اللي كاينه هنا في درب السلطان. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. أكيد غادي نلتقيو في مباشرين آخر بعد قليل. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.